أهلين شباب، كيفكم؟ تمام. الزبدة غيرت السماعة، قلت فنشوف الحين كيف السماعة هذه ايش بتسوي. ما راح اطول، بخليه البث 5 دقائق بس عشان اتاكد اذا في شو اسمه، اذا فيها يعني مش مشاكل ولا شيء في الصوت. لا لا تعال تعال، انا اسف، تعال تعال. طيب انا الحين في المدينة الاولى، لان الوحوش هنا ليفلهم ضعيف صراحة، وانا شخصيتي مرة شوف ليفلها كم، ليفلها فوق على اليمين 3. هذه أول مدينة اللي هنا. اللي قاعد أسويه إني قاعد أروح عند علامات التعجب هذه أشوف إيش فيها، لأن بعض الأحيان تلقى فيها مناطق أو تلقى فيها حاجة زي التمثال كذا، تاخذ منها قوة، تزود الليفل، شغلات زي كذا بتقويك، يعني أحس فيها شغلات كذا، ولسه في شغلات ما اكتشفتها أصلا. فقلت اوه في احد، تعال 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 واجهني. شت، في واحد معاه اسهم، تعال تعال ابو الاسهم اول شيء. لهب، خذ خذ تعال تعال خذ خذ. لا تنجدح علي، سامع؟ اوه اوه خذ. لهب، تعال تعال اطعنك طعن، فاهم ولا لا؟ ماتوا كلهم. هات اللوت، ايش عندك؟ سترينج، جيب جيب سيف، جيب جيب السيوف اللي عندكم دي، وديها عند الحداد اشوف ايش يسوي فيها. طيب في احد ثاني هنا ولا ايش؟ اوه في كنز، اوه في اشوف فلوس، ايش ذا؟ جيبه جيبه جيبه. اشوف في شيء ثاني، كنز هنا ولا شيء؟ لو تلاحظون لما اضغط على L2 تطلع امواج هناك زي الموجات الدائرية، هذه اصوات الاعداء من بعيد، كلاب. شت 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 شت، خذ خذ، لا تمد يدك علي، سامع؟ خذ 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 خذ. اوه اوه لازم اهرب صراحة. على الصعب اذا بتواجه نفس ليفلك يعني ما اتوقع بتكون مشكلة، بس اهم شيء انك تتفادى الضربات، هذا اهم شيء. حصاني بسرعة، وينك؟ ارجع السيف. واو ذا روتش، هذه علامة تعجب الحين. اوه خلاص انا اخذت علامة تعجب، صح؟ اي علامة تعجب كان فيها اشرار وقتلتهم قبل شوي، اللي هي هذا المنطقة. اوه في هنا علامة تعجب بعد هنا. الزبدة اول شيء بجرب هذا البث ايش بيصير عليه، وبعدها بتأكد يعني اذا اقدر اسوي بث ثاني.